سيدي الرئيس رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في التمار عادت أمي من الطابور بحبز وقلب المقصور وأذنت مساجد وردت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأبطار قد يترئيان سيدي الرئيس أنا لا أنا كلما أطفيت عيني أسمع الانفجار ويشتعل شريري دخان ونار ويخرج الخوف من باب الظلام وتبقي الأغاني وتنزف الأنعام سيدي الرئيس تنزف الألعاب سيدي الرئيس نحن الحاربون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المتهمون بالعبادة بالعبادة المحكومون الشنقا بالعبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقا بالشهادة بالشهادة سيد الرئيس صنفت في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأميات العالقة بينها يا ليت صنفت في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأميات العالقة بينها يا ليت آمين